لا هو البروجكت فيري ويل. For to make a good pronunciation. Good enough. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم سعداء بتشريفنا من قبل السفارة الكورية والوفد الكوري من منظمة كويكا، زاروا مركز الناصرية للقلب بخصوص مشروع المركز العراقي الكوري لعلاج وبحوث قلب الأطفال. سعداء بهذه الزيارة، وكان في استقبالهم زملائنا من الفنيين والتخصصيين من دار الصحة الديقار ومن مركز الناصرية للقلب، وتبادلنا الحديث حول إمكانية العمل وإرهاصات العمل متى تبدأ. طبعا شاركنا في هذا الاستقبال ممثل وزارة الصحة دكتور ليث من قسم الصحة الدولية الشعبة المانحة. حقيقة إن شاء الله أكو تأخير في العمل، إحنا نأسف، وهذا التأخير ربما حصل يعني بعيدا عن إرادتنا، لكن إن شاء الله العجلة دارت والعمل راح يستأنف، والعمل بدايته هو وضع التصاميم. This is my first visit and actually the first visit of the Korean embassy to Nasiriya Hospital to see and discuss this important project. إنها زيارة الأولى للسفارة الكورية لمدينة الناصرية ولمناقشة هكذا مشروع يقام في الناصرية. But it is not that Korean embassy doesn't think about this project before. Our ambassador, who is not here but near, has been always been a great supporter of this project. سعادة السفير الكوري هو ما موجود حاليا هنا، لكن هو دائما في باله هذا المشروع ودائما يسأل على هذا المشروع. We value the friendship between the Korea and Iraqi people, and we know this project is very important for that cooperation. العلاقة الدولة الكورية مع العراق دائما يعني تحظى في التقييم خاص، ودائما نحاول يعني نعمل جاهد يعني سوية في هكذا مشاريع. Now the project just began, but this time I can say the real work just began. So you can see the result of the project in near future. قبل سنة أنا كنت هنا وكانت عندي مقابلة أيضا مع في مدينة الناصرية، وكنت أقول أو قلت في حينها إنه المشروع بدأ، لكن أنا بعد سنة أقول يعني الآن حقيقة بدأ المشروع، لأنه أكو خطوات عملية بدأت في هذا المشروع. And I appreciate all of the cooperation and passion from the Iraqi side, especially Dr. Akil, and I look forward more cooperation in the future too. يعني أتطلع إلى أنه تعاون مشترك متبادل بين الجانب العراقي والكوري، وخاصة من الدكتور عقيل. Thank you. شكرا. Thank you. المشروع الكوري هذا مشروع جدا مهم، واحنا بدورنا كوزارة الصحة قسم الصحة الدولية شعبة المانحين حضرنا بهاي المحضر، هذا النقاش اللي صار، حتى نحاول نسرع الشغل اللي هو الشغل الإداري اللي يصير خصوصا بالأوراق والمخاطبات الرسمية بأسرع وقت حتى يتم المشروع. هو ما باقي يعني إن شاء الله باقي أشياء قليلة حتى ينتهي يعني جانبنا الإداري، ويبقى إن شاء الله تنفيذ المشروع من الجانب الكوري إن شاء الله بأقرب وقت،
ويتم هذا المشروع اللي هو فائدة للعراق بشكل عام وللناصرية بشكل خاص. Thank you. Thank you very much. Thank you.